نهر دجلة ما حد يعرف على وجه التحديد كم يبلغ عمره، ربما يصل إلى عشرات الآلاف من السنين، وأكيد هو أكبر بكثير من حضارة وادي الرافدين العراقية. لكن هذا الجسر اللي يشوفوه أمامكم هو جسر الشهداء، هو أول جسر من الحديد وثابت بني على هذا النهر القديم. نعم، جسر الشهداء كان اسمه جسر المأمون سابق، هو واحد من الجسور الـ 13 اللي موجودة في بغداد. يربط هذا الجسر شارع حيفا والشواكة من جانب الكرخ بشارع الرشيد من جانب الرصافة، وهذا جسر بنته شركة هولوواي براذرز الإنجليزية عام 1937، وانفتح عام 1939. يعني اليوم هذا الجسر عمره 81 سنة. وكان قبله هناك جسر عائم من الدوب يسمونه جسر القطعة.